هذا اللي عم عيونك وغطى على قلبك وخنت ناسك وربعك هو اللي خلاك تستعين بالغريب عليهم. كنت مفكر انه ابي انشنق من تحت راسكم. هذا مو عذر يا مظهر. لازم تتحاسب على فعايلك ضد هالحارتك. هدول الناس اللي قاوموا فرنسا لجيت انت خنتون. واذا بقول لك انه اني ندمان تاخرت. الكافر اللي هو كافر اذا تاب رب العالمين بيسامحه. الكافر ما بيعمل هيك. قلت لك انه كنت مفكر انه ابي انشنق من تحت راسكم. بعدين عقلي ما كان معي. كان عقلك مليان حقد على الناس اللي ربوك واللي حموك. يعني ما في مسامحة؟ اطلب من رب العالمين يسامحك. يا زعيم يا رجال معركتنا هي اهم من معركتنا مع الفنساوي. اهم بكثير لانه عرفنا عدونا اللي هو من لحمنا ودمنا باع شرفه وارضه ودينه مشان وسخ الدنيا. لعيونك زعيم انا والشباب بامرك. ولعيونك والله يا شاب.
اطلعوا يا اختي اطلعوا. ابو ديب جميل. مور زعيم مور زعيم. وصلوا لنا بيوتهم بامان الله. تفضل يا اختي. اطلعوا اختي اطلعوا اطلعوا. يلا الله يحفظكم يا رئيس الكل. الله معكم. الله ينصرك. الله معكم. الله معكم. مع السلامه يا اختي. اطلعوا اطلعوا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ابو دعاس المايل قاعد لحاله عم يستنى موتو. ابو صلاح الله يوفقك ترك لي اياه. دلو بيدك صياح. بدي اسالك سؤال اذا بتجاوبني عليه بوعدك بشرفي انه ما رح اقتلك. سال وانا رح جاوبك على كل شيء. في ولد انت خطفته من اكثر من 25 سنه، أخذته من حضن أبوه وأمه وبعته. بدي إياك تتذكر لي منيح مين أبوه وأمه. ولد أنا خطفت كتير ولاد وبعتهم. هذا الولد اللي بعته لأبو صياح يلي باع أرضه اللي على كتف النهر منشان يعطيك حقه. أبو صياح الحلاب اللي ساكن بالربوة. أيوة هذا هو. مين أبو أمه للولد؟